ورحمة الله وبركاته، تحية مقدسية وين ما كنت إنما كنت من القدس. نأخذ فاصل ونواصل. طيب، هيك بتم تزاوج القطط، وهيك لما تتمعمل إنه تم التزاوج 100%. ارجع محلك، تمام؟ بعتقد انه شهر 2 شهر شباط شهر التزاوج بالقطط. هاي معلومة خطأ. ليش خطأ؟ لانه انا بدي ابرر لكم اياها اليوم، وهذا الموضوع الكل جربه. القطة يا اخوان تقدر 3 مرات بالسنة او 2 أو 4 مرات تتزاوج بالسنة، تمام؟ هذا الاشي في دليل عند مربين القطط. انت مربي قطة، قل لي فعلا اذا هذا الحكي صحيح او لا. هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية يا اخوان، انه شهر شباط ليش بتم فيه الصوت كثير؟ التزاوج، منادات القطط بالشارع. بقول لك شهر شباط بس هو مرة بالسنة للتزاوج، هاي معلومة غلط. المعلومة الصح يا اخوان انه نحكي مواليد شهر 2، يعني شهر القطط او تزاوج القطط، تزوجوا، تمام؟ امتى بتولد؟ بعد 2 شهر. لتفطم اولادها كمان 2 شهر، يعني حبلت بشهر 2، ولدت بشهر 4، فطمت بشهر 6، شهر 6 فطمت عمر 2. ليجي شهر شباط شهر 2 بكون عمره 8 شهور. هذا العمر طلب الذكر والانثى على التزاوج. فيعني انه اللف بالموضوع انه الموضوع انه يعني كده بسط لكم اياها بابسط الامور، انه برنامج التكرار الحبل والعشار واللي تولد بصدف طلب التزاوج بشهر 2 شهر شباط. طب ليش من كل شهر شباط ما دام هيك الاقتناع؟ يعني انا بقنعكم بشيء انه انت تكونوا مقتنعين فيه، تمام؟ رازي بدنا نجوزه لصديق لنا عنده انت، تمام؟ خلينا نشوف. هي احنا مش شهر شباط، انا بدي اقول لكم التاريخ اليوم، تاريخنا 14 14، احفظوا 14 1، يعني احنا مش في شهر شباط. طب هاي الحركات اللي قاعده بتعمل فيها الانثى، هاي انه تتشكلب على ظهرها، تمام؟ ايش هاي الحركات؟ هاي الهرمونات الزياده بتطلع على الظهر، تمام؟ بشوف هاي الحركات بالذكات اللي هي عملتها، بتكون بدها طلب التزاوج باصدار صوت اللي هو هذا الصوت، يعني تضحكوش اني عملته. فهذا الذكر بسمع هذا الصوت فبيجي على السريع بيعمل تزاوج، تمام؟ خلينا نكمل لكم بالفيديو التزاوج. في امور يعني نيجي نتكلم بالنسبه للذكر. الذكر يا حبايب رش بول في الزوايا عشان الانثى تشم الريحه، عشان تيجي لو بحاله انه هي طلبت تزاوج على الريحه تمشي. فوين الذكر بيمشي؟ برشش بول. هاي كثير ناس بتعاني منها، النقطه الاولى. النقطه الثانيه، لما الانثى بتشمشم بتمشي لعند الذكر، فهي تلقائي بتقعد قدامه، ممكن يتضاربوا اول يوم يومين. هذا الاشي فيش مستحيل ما يحصلش، يتضاربوا ويتخانقوا ويضربوا بعض، هذا الاشي طبيعي ما تقلقوا فيه، تمام؟ احنا بدنا نقلق الموضوع، احنا ندير بالنا على الاكل والتغذية اهم اشي، والتطعيمات هاي دايما انا بحكيها بكل فيديوهاتي، تمام؟ النقطة الاخيرة اللي بدي اتكلم فيها، انه لما الانثى توقف وتتصالح مع الذكر بعد طوشي 3 ايام لانه مشت على الريحة، او اذا كانوا عايشين ببيت واحد، او اخذوا الذكر من صديق جابوه لعندهم، مش مشكلة لو تضاربوا امور زي هاي، راح يحصل تزاوج. التزاوج يا اخوان ما بدي اصور كثير اثناء التزاوج، لانه هون كثير اليوتيوب بيحذفوا لنا فيديوهات تزاوج لاسباب انه موضوع داخل شوي، بيعتبروا انه الاشي بين قوسين التزاوج، يعني بالانجليزي سكس يعني، او اشي زي هيك، اسفين على الالفاظ. الى انه بدنا لا حياته في الدين ولا حياته في العلم، انه احنا نوصل الفكره. فلما يصير التزاوج، تمام، كثير الشكل اليوتيوب تحذفه. النقطة اللي نيجي للبعدها، انه كمان بتم التزاوج كده بتعرف انتك اذا تمت التزاوج او لا. انه اثناء التزاوج لما بتصدر صوت عالي من كلبها بتصيح، وبتتركه بأسولي، بتتركه لها الصوت، تمام، بتصير تتفعفل او تتمعمل او تتشكلب على ظهرها، يعني تم هون في تزاوج. اخر نقطة، بعد تتأكد انه تم وشبعوا البسس من التزاوج والانثى اكتفت بالتزاوج، انه ببلش الذكر والانثى ينظفوا لبعض. كيف ينظفوا لبعض؟ انه هو ينظف شعرها عن طريق اللسان،
او هي تنظفه من الركبه من الظهر من الجنب من ايديه اجريه بضربوا صحبه كثير قويه. والنقطه اللي بعدها انه بيصيروا يناموا من جنب بعض. بالبدايه كانوا ما يطيقوا بعض يضربوا بعض فبيصيروا يناموا جنب بعض بيصيروا احباب واصحاب ياكلوا من نفس الصحن وبنفس الزاويه بيناموا جنب بعض بنظفوا لبعض. يعني هون انه تم التزاوج. بعد هيك يا اخوان في مرحله الحمل ما قبل الحمل وما بعد علامات الحمل اللي هي علامات الولاده. الولاده كل هاي نقط لها حلقه 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 اللي حلقه نيجي نتكلم علامات الحمل حلقه كيف نعتني وهي حامل وحلقه انه كيف عند الولاده نعتني اثناء بدايه الولاده وكيف انه احنا نعود القطط على الحمام نعتني في غذائهم. فهذا موضوعنا دائما في اليوتيوب انه انتم تستفيدوا تمام. بس 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 بشرع على الفيديو لك فاحنا بدنا اياكم دائما تستفيدوا بس مش اكثر. فلا حياه للدين ولا حياه في العلم لو تكلمنا في امور التزاوج ما فيها خجل هاي او نطقنا بكلمات مش غير لائقة. هاي الامور طبيعي هاي من عند ربنا الغريزة هاي بالحيوانات بالبشر بكل الانواع. فاهم نقطة انه انا دايما بقولكو والنقطة الاخيرة كثير ناس راح يقولوا لي ليش حاطت البسس بالكفاص. عندي ثلاث نقاط لازم نوضحها. اثناء التزاوج بكون التمكن من الذكر للانثى كثير جيد. النقطة الثانية اذا كان في مرض بالقطط وانت عندك كمية قطط مربيها تمام بكون افضل لعزل القط المريض عشان ما يعدي قطط ثانية. وإذا أنت كمان نقطة ثالثة مربي كثير قطط وعندك بسة ولدت تقدر تعزلها بهيك قفص عشان البسس الثانية ما تقتل لك الصغار أو الأنثى تضل تعمل مشاكل عشان تحمي أولادها. فالقفص كثير مهم عند كل مربي. كمان لعزل الذكورة إذا كان عنده أكثر من ثلاثة ذكورة أو ذكرين لأنه الطوشة تعيته مش هينة يا إخوان. فهذا الموضوع كان رأسا والرأس العليه الأساسي ليش بفكروا الناس انه شهر شباط هو شهر التزاوج للقطط. والسلام عليكم ورحمة الله.